أكبر بارون مغربي وأشهر زعيم في مافيا المخدرات داز في يامات التسعينات، من باترون زعيم مافيا المعتقل في السجون المغربية. في الأول كانت هاد العصابة سرية، تحد ما عرف عليها شي حاجة، والتحد ما عرف شكون هو الزعيم ديالها. عصابة كتعتمد أسلوب الجريمة المنظمة، وأي واحد كيوقف ضدهم كان راجل مزيان الله يرحمه، كيدوز في ظروف تفتيش مشددة، البق ما يزهق، ولكن مع ذلك كان كيزهق. أي واحد كانت عنده شي سلطة واخا تكون صغيرة ولا كبيرة كان كيشري حميدو الجيب. حميدو الجيب أسس دولة صغيرة وسط دولة كبيرة، كانت عنده شعبية كبيرة في منطقته، وكان كيدير مزيان مع كل شيء. فاش طلع تقرير ديال الأمم المتحدة على المخدرات، واعتبروا المغرب هو الدولة الأولى عالميا في تصدير المخدرات والحشيش، واتهموا الدولة المغربية نيشان بأنها كتعاون مع تجار المخدرات وكتغطي عليهم، وجمع 400 واحد بين ليلة وضحاها.